لا بسم الله ما شاء الله، شقة واسعة وبرحة. أهم شيء بقى أوض النوم والحمامات. أوض إيه يا باشا؟ أنت عندك لا مؤاخذة أوضتين نوم كبار وليفن، ده غير الحمامات، في حمامين كبار وواحد صغير. والواجهة؟ إبلي وبحري وشرقي، يعني صيف شتا مفيش بعد كده يا باشا. طب المفروض بقى يهزولنا السعر حبتين. سعر إيه يا باشا؟ ده أنت لا مؤاخذة واخد شقة مش محتاجة حاجة من الإبرة للصاروخ. ما قلناش، بس برضه يهز السعر شوية. يا باشا الراجل مهاجر، ولا مؤاخذة إذا كنت جد وعايز تخلص ممكن نخلص معاه وهم وهام. الكلام ده رسمي، يا شقة كاملة من مجاميعه. وأنا كمان هدفع كاش. يعني أسجل أنقل فيها النهاردة. عليكم أنتوا بقى حبتين. بص يا باشا، ساعة الفلوس بيحصل هز. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا هنزل معاك دلوقتي. أجيب الفلوس من البنك وأنت على صاحب الشقة يجهز العقد. أخلص أسجل أنقل أعكمك. علو بيه يغضب ربنا فعلا، قد ايه الانسان جاهل. ادعي له استاذه، ادعي له ربنا يهديه. ربنا يهدي العاصي. ايه رايك ننزل انا وانت نساعد الجماعه في تحضير الليله؟ انا أساعد بكتب كتاب؟ طبعاً، وليه لا؟ ماجدة بنتك زي ما هي بنتنا كلنا. ضروري أستاذة، ضروري. ماجدة هانم زي بنتي، دي بنت الغالي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كان زي الفل. آه على الحال ده من الصبح وما حطش حاجة في بطن. طب وبعدين معاكي يعني؟ هتفضلي تعيطي وتنكدي في نفسك وكتب كتابك بعد شوية؟ صعبان عليها قوي يا عيشة. صعبان علينا كلنا، بس هنعمل ايه؟ امر الله، وبقالنا على الحال ده سنين. معلش يا حبيبتي، بكره يبقى كويس، ما انت عارفاه. يلا قومي روقي كده وحضري نفسك، دي ليله ليلتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ماده، كويس انك هنا. انا كنت فاكره انك هتيجي الظهر. ايه انت معيطه ولا ايه؟ اصلها طلعت لضيها ونزلت من عنده زعلانه شويه. ما تقلقيش حبيبتي، انا دلوقتي هطلع اطمن عليه. طبعا اذنكم انا قايم. اتفضلي. اعمل لك شيء؟ لا ما انا ما اقدرش على كده. على فكره انا لسه مخصمك. يا لهوي، ده انا هروح فيها، ما اقدرش على زعلك. اخر مره تعمليها دي، فاهمه؟ توبه من دي النوبه. وللفلوس دي هات اللي انت عايزاه. ربنا يخليك ليا يا سيدي. انا هلا يا هلا. شبيك لبيك، هلا من ايديك. ايه رايك في اللي انا عامله ده؟ هي بنت اللي بتعملها في وشك ده؟ ده حمام كريم لشعري، وده ماسك بالخيار لوشي. وانت العروسة؟ يسمع من بقك ربنا. ايه؟ كنت عايزني في ايه؟ خش البسي هدومك وتعالي عشان ننزل سوا اشتريك الجزمة اللي انت عايزاها. ربنا يخليك ليا. في ايه لما الشغل يبقى ماشي بجد يا عمي؟ ما انا كمان هكسب ملايين. لا ده فاهمه يا سامي بيه، انت عاوز حاجة من كل اللي بتعمله. حاجات يا عمي، حاجات. سعادتك بتصرف فلوس كتير، هتكسب ايه في الاخر؟ هكسب كتير قوي يا عمي، اكتر مما تتصور. بصراحة انت حاطط نفسك في ورطة. ورطة ايه؟ لا دول كذا ورطة، منهم مثلا شركة المقاولات اللي خلاص هتدخل حيز الجد، ولا شركة الاستيراد اللي هتتكلف ملايين. كل الفلوس اللي انا بدفعها دي ما تجيش واحد على عشرة من الحاجة اللي انا عايزها. ده محمود وعيلته بحالها ما سووش. تبقى غلطان يا عمي، غلطان. محمود وعيلته عندي يسووا كتير قوي، وحسابهم معايا اكتر. عارف يا عمي، انا من صغري وانا شايل مسؤولية كبيرة قوي، حملها لي ابويا في كلمتين اتنين،
معقولة اللي أنا بسمعه ده؟ والدك؟ أيوه. عاش فائد النطق وجوه نار بتغلي. ولما نطق غرس النار دي جوايا. ولدها جوايا ومات. وفضلت أنا عايش بيها لغاية دلوقتي. النار بتاكلني من جوه. حرمتني من كل حاجة. حرمتني من الابتسامة. من السعادة. النار دي هتفضل ولعة. لغاية ما اخد اللي أنا عايزه. خلاص. خلاص. المشاريع وأرباحها هتاخد منها كل اللي أنت عاوزه. المشاريع دي حاجة يا عوني. حاجة. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله. ما عندكيش فكره يا حبيبتي انا استريحت نفسيا قد ايه بعد ما خلصت كل الاتفاقات مع الحاج مخلوف. دلوقتي بقى يبدا الشغل. ربنا يبارك لك يا رب. احمدك يا رب واشكر فضلك. بالحق انا سددت الاستاذه 600 جنيه. الف حمد وشكر. ربنا يسد معاك ويرزقك برزقنا يا رب. يا رب. طب قول لي بقى مش هنقعد مع بعض عشان نظبط ميزانيه البيت النهارده يا عائشه؟ حابك النهاردة يا عيشة نظبط ميزانية البيت. الولاد فين؟ أنا عايزهم النهاردة بالذات. يا كان راح شغله وماجد جاله تليفون أول ما صحي ونزل. هلا بس اللي عدا مستنياك. طب وانت هتاخدي البنات وتروح تعملوا شعركوا إمتى؟ مش عارفة يا محمود. مش عارفة. هو انت مش بتقول برضو انك نازل؟ أنا هاخد هالة يا ستي أجيب لها طلباتها بعدين أعدي على سامي أديله الأوراق والعقود. شفت بقى أنا الوحيدة اللي ما عنديش وقت لنفسي عشان أعمل أي حاجة. كان لازم انزل اشوفك النهارده قبل ما احضر كتب الكتاب. وش معنى يعني قبل كتب الكتاب؟ موضوع كده شغلني ومحيرني فضلت افكر فيه لوحدي طول الليل واحنا متفقين مفيش حد يفكر فينا لوحده. موضوع ايه ده بقى اللي ما نامكيش طول الليل؟ معاك فلوس؟ نعم. انت عايزه تقنعيني انك فضلتي سهرانه طول الليل تفكري اذا كان معايا فلوس ولا لا؟ يا اخي بسالك معاك فلوس تقعدني في كافيتيريا ولا لا؟ والله يعني اذا كان على الفلوس فالحمد لله معايا بس النهارده بقى بالذات انا مش فاضي. ليه بقى؟ وراك ايه يعني النهارده؟ انت ناسي ان في حفله بالليل واكيد هيحتاجوني. ايوه بس الموضوع اللي انا عايزاك فيه ده بقى ما يستحملش تاجيل. وما فيش على لسانه غير اطلقها اطلقها. كان زي المجنون. والله انا قلبي بيوجعني من الكلام اللي بسمعه ده يا ملك. انا صعبان عليا البنت تتبهدل بالشكل ده. الله دي عشره عمر. عايزه نعمل ايه لما تعدي ليله ماجده نشوف حد؟ طب ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ اجمل مفاجاه من زمان وانا نفسي تنوريني في الريستوران. ده من اصلك وذوقك يا ملك هانم. احنا جينا علشان نساعدك في البوفيه بتاع ماجده. لا هاله عملت كل حاجه سابت لي بس تورته العرسان كده اهو. طب احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما تيجي نروح له؟ عاوزه رايي انا. امال رايي مين يا استاذ؟ احنا مش اتفقنا انك المرشد الروحاني؟ هو عاوزه رايي بقى في احساسك ناحيه مين بالظبط؟ اه يا دماغي ناحيه الانسان اللي بحبه يا بني ادم. طب وانا اعرفه منين عشان اقدر احكم عليه؟ انا ما بقولكش احكم عليه. انا بقولك ايه رايك في مشاعري انا. مشاعرك انت ازاي يعني؟ يعني انفع احب واتحب؟ نعم. ايه مالك مستغرب كده ليه؟ طبعا ينفع تحب وتتحب. يعني انا حبوبه كده واي حد ممكن يشوفني يحبني؟
تهاني، الحب احساس، يعني لازم يبقى بجد ومش هزار زي ما انت عامله كده. انا ما بهزرش، انا بحب بجد. طب وتبقى ايه مشكلتك يعني؟ ما هو اللي بحبه ده ما يعرفش اني بحبه. طب وانت عايزاه يعرف ليه؟ يا سلام، امال هفضل كده احبه من غير ما يحس بيا؟ والله مش هتفرق، لانك كده كده بتحبي ومش بايدك. حس بقى ما حسش مش مشكله. يعني ايه؟ يعني انت خلاص بتحبي. افرضي هو طلع ما بيحبكيش، هتكرهيه؟ لا طبعا مش هكرهه، بس هبقى محتاجه انه يبادلني نفس الشعور. يبقى انت يا تهاني مستنيه مقابل للحب بتاعك، والحب الحقيقي ملوش مقابل. طب اعرف ازاي ان حبي حقيقي؟ مع الايام والمواقف هي اللي هتبين لك اذا كان الحب ده حقيقي ولا لا. يعني انت شايف اني بلاش اصرح واقول له انك ايه يا تهاني؟ خلصينا، انا اتاخرت. ايه البواخه دي؟ اتاخرت على ايه؟ ما انت عارفه ان النهارده حفله مجهود، واكيد بابا محتاجني معاه. وانا محتاجه لك طول العمر. موضوع ايه ده يا بابا؟ موضوع شاغلني يا حبيبتي ويخصك انت لوحدك. في ايه يا بابا؟ انت كده خضتني. شوف يا هاله حبيبتي، دايما الاب لما يؤذي الكابتن. الله، ماجد بابا تعمل ايه هنا؟ انا كنت قاعد مع تهاني. تهاني؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده انت كبرتي، انا ما عرفتكيش يا بنتي والله. اهلا 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 اهلا. ازيك يا انتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وازاي لارا؟ الحمد لله. هاله بنتي اهي. هاي يا هاله، ازيك؟ لا انت فعلا شكلك اتغير، ده انا ما عرفتكيش. طبعا، عشان بقالكوا سنين ما شفتوش بعض. انما من هنا ورايح يا انكل هتشوفني على طول. مش كان الاحسن تيجي تزورينا في البيت؟ انا عن نفسي ما عنديش مانع، لكن ماجد هو اللي ما عزمنيش غير مره واحده بس. غلطان ليه يا ابني؟ ليه من هنا ورايح لازم تيجي البيت ونشوفك؟ ان شاء الله يا انكل، بس اصلا بقول لك ايه، مالكيش دعوه بابوكي، انا عن نفسي مش هجيب له اي سيره. اذا كان المساله كده بقى يبقى هتزهق مني. انا ازهق منك؟ ده انت بنتي حبيبتي. ربنا يخليك ليا يا انكل. بقول لك ايه، انت مش جايه كاتبه تابع ميتك ليه؟ طبعا يا انكل، بس الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، يعني بعيد عن بابي. اطمني يا حبيبتي، ابوكي مش جاي كاتبه. اصله مش في مصر، مسافر اسكندريه مع ست فافي. يا ستي يسافر وانبسط براحته. ايه رايك تيجي تقضي بقيه اليوم معانا؟ انا عن نفسي ما عنديش مانع، هروح اجيب الفستان اللي احضر بيه واجي اقضي اليوم كله معاكم. يا سلام، اهو كده تحيا تهاني. انت عاوزاني اجي معاكي البيت؟ عادي، وفيها ايه؟ ما هي لارا هناك، هتشوفها وتسلم عليها بنفسك. ايوه يا تهاني، بس دي مخاطره. ولا مخاطره ولا حاجه، ده ايه هتستناني فيها؟ وبعدين مش يمكن تقنع لارا انها تيجي تحضر معانا كتب الكتاب؟ وانت تفتكري يعني ان هي ممكن توافق؟ لعلمك بقى، لارا بتحب انكل محمود جدا. هي اللي قالت لك كده؟ دايما بتجيب سيرته هو وعمته ماجده بكل خير. غريبه قوي، مع ان انا كنت فاكر غير كده خالص. على فكره بقى، لارا بني ادمه كويسه جدا، ومسيرها تتصالح مع نفسها. اطلع البيت. ماشي يا ستي، اطلعي اما اشوف اخرتها معاكي. لا حضرتك عندك حق يا بابا، انا فعلا كان لازم اقولك على الموضوع البندقيه. شفتي بقى نتيجه سكوتك يا هلا؟ انما اسمح لي بقى، يعني انا مش شايفه ان ده موضوع يخلي حضرتك تاخدني بره البيت وتتكلم فيه معايا على انفراد. مش ده الموضوع يا حبيبتي اللي انا عايز اكلمك فيه. امال ايه؟ انت ناوي على ايه في حياتك؟ يعني ناوي ان شاء الله تكملي دراسه لحد فين؟ بص يا بابي، هو انا يعني بدرس عشان يبقى معايا شهاده، عشان بس ما بقاش اقل من غيري، لكن اللي انا نفسي فيه بجد يعني هو اني اكمل مشروع الحلويات اللي بداته ونجح. هي دي امنيتي. طب والجواز؟ يكونش جالي عريس؟ بالظبط كده، جاي لك عريس. طب ما كنت تقول من الاول يا بابي. عارفه ليه يا هاله؟ لاني مش متخيل ابدا انك ممكن تقدري تاخدي قرار سليم. لا هو فعلا مش هقدر اخد قرار سليم، بس يعني لازم الاول اعرف الشخص اللي متقدم لي، يعني اذا كان ينفعني او لا. طب وازاي تحكمي على الامور من غير خبره؟ موافقاك، بس عشان يبقى في خبره لازم اجرب ولازم اعرف. يعني ايه تعرفي وتجربي يا حبيبتي؟ ما هو يا بابي يا حبيبي، لازم الاول اعرف الشخص اللي متقدم لي ده، هل الشخص ده يليق لي او لا، وبعد كده اعمل ما بيننا فتره تجربه. يعني ايه تجربه؟ خطوبه يا بابي، اتعرف عليه ويتعرف عليا قدام اهلي واهله طبعا. ايه ده مالك يا بابي بتبص لي كده ليه؟
بس بصراحة مستغرب يعني. من ايه؟ ساعات الأب والأم بيتقلهم إن هم فاهمين كل حاجة أكتر من ولادهم، وبعدين يكتشفوا إن ولادهم فاهمين كل حاجة. أفهم من كده إن كلامي عجبك؟ جدا يا حبيبتي. خلاص يبقى تقولي مين هو اللي متقدم. معقولة؟ أهلا أهلا يا ماجد. ازيك يا لارا؟ مش ممكن، ده ماجد اللي كان قد كده. حيلك حيلك، ما انتوا سايبين العمارة شوفوا من كام سنة. انا كنا اللي كنت اكبر واحدة فيكم. لا يا كان كان اكبر منك. صح يا كان، وبعدين انا وبعدين هبة. هبة اخبارها ايه يا ماجد؟ والله بقى لو كنت عايزة تسألي عليها كنت جيت البيت زورتينا وشفتيها. وهو احنا فيها، ايه رأيك تيجي تقضي معانا اليوم هناك وبالمرة تحضري كتب كتاب مجهودة؟ الحكاية مش قفش كده، دي لازم لها ترتيبات. هي دي الترتيبات، هطلع انا اجهز نفسي وعبال ما انزل تقولي قررت هتيجي معايا ولا لا. ما تاخريش يا كيان. يا اوكي اتفضل يا ماجد تشرب ايه. لا معلش مفيش وقت، انت عارفه ان هناك الدنيا هايصه واكيد محتاجين لي. صح، اخبار عمو دي ايه؟ والله لسه تعبان وبيقولوا ان حالته مش مستقره. يا خبر، ده بابا وفوفي رجعوا. ايه على المطبخ وعجيب ونعش استنى تاني. ماشي يا سي صلاح، اديك بستنى السفريه. صدقيني انا تعبان يا فافي. تعبان 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 يا اخي، فلقتني. يعني عندك ايه يعني؟ انا قصدي يعني كنا فضلنا في اسكندريه اهو، على الاقل كنا غيرنا جو، كنت حتى استجميت يعني. معلش ان شاء الله لما استريح واروق هعوض لك السفريه. ترجعوا كده على طول؟ باباك يا ستي قال ايه فجأة وقرر ان احنا نرجع دلوقتي. برافو. نعم احسن تستريح في بيتك يا بابي. انا بقول كده برضو. سلامتك يا بابي، عندك ايه؟ عندي شوية تعب على ارهاق. الحال ده من الصبح كل ما اسأله عندك ايه يقول لي شوية تعب على ارهاق. ما جو اسكندرية والقعدة على البحر يضيعوا الارهاق والتعب يا بابي. لا انا لما بتعب قوي ببقى عايز استريح في بيتي مع بناتي. نعم يا سي صلاح، ليه؟ هو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ واحد بيقول لك تعبان وانت نازله فيه خناق. انت مالك انت؟ انا بكلم باباكي. اديكي قلتيها بنفسك اهو، بابايا يعني مالي ونص. سامع يا سي صلاح، شايف بنتك بتكلمني ازاي؟ مش قصدها يا فافي، هي خايفه عليا، خايفه على ابوها. نعم ليه ان شاء الله، وانا بقى بقيت الفك المفترس اللي ما بيخافش عليك. بدل اللي انت بتعمليه ده طلعي قطه يستريح شويه. انت ازاي تسمح لنفسك تكلميني بالطريقه دي؟ لو سمحتي بابا تعبان ومش مستحمل مشاكل. سلامتك يا بابا، الف سلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. انا دلوقتي يا جنب انا قاعد في بيتي الحمد لله هبقى كويس ان شاء الله. حلو قوي قوي الفيلم اللي انا قاعده اتفرج عليه ده، ويا ترى بقى بطوله من فيكو؟ حضرتك قلتي حاجه يا طنط؟ طنط انتوا جيتوا امتى؟ ومالك اتخضيتي ليه كده يا تاتي؟ هتتخض ليه؟ هو في حاجه؟ انا بكلمها هي مش انت. انا واخده هدومك كده وراح على فين؟ رايحة عيد ميلاد واحدة صاحبتي. عيد ميلاد كده بالنهار؟ لا ما انا هروح الكوافير الاول وبعدين اطلع على النادي اتغدى وبعدين اطلع على الحفل. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبتي. قومي يلا يا بابي معايا. هطلع عكس عشان تستريح وتغير هدوم.
طول عمرك في اللعب على البيانو من واحنا صغيرين لعيب. على اي حال انا سبت هالة تروح وجيت لك ابشرك. الله، ايه وجه الاستعجال بس يا محمود؟ انا مش فاهم. خير البر عاجله، وبعدين الراجل كل اللي يهمه ان الدفعات توصل في الميعاد. بالطريقه دي بقى انت محتاج لفلوس تاني. فلوس ايه بس يا سامي؟ ما الفلوس تسافي جنود. ده انا كل الشيكات اللي كتبتها النهارده ما يجيش 730 الف جنيه، وبالجنيه المصري مش بالدولار. قلت لي انا ملاحظ كده انك مرتاح للحاج مخلوف. اخر راحه، كل حاجه مكتوبه في العقود، يعني مفيش اي فرصه لاي تلاعب. الف مبروك، الف مبروك عليك يا محمود، شركه الاستيراد وشركه المقاولات. مبروك عليا انا؟ مبروك عليك انت، انت صاحب اللعبه كلها. اه وانت شريكي، وكلها كام ساعه هتبقى نسيبي. بالحق فكرتني، ده انا عندي مشوار مهم اروحه وبعدين على البيت حمامه. ايه مش تقول لي مبروك يا راجل انت؟ انت نسيت ولا ايه؟ انا الليله دي هبقى عريس. سلام يا صديق. يعني بقى قصدي حضرتك تعرف؟ هو تشرف يا ابني، يعني تتعرف على ليلى وبالمره تتعرف على هاله. تحب حضرتك بقى نبدا حكايه التعارف دي من امتى؟ النهارده ان شاء الله احنا عاملين يعني حفله صغيره كده بمناسبه كتاب اختي الصغيره، هو تشرفنا وتنور الدنيا. ده شيء يشرفني يا عم. اهلا وسهلا يا ابني، تشرف. ومضى كده من غير ما يبص على اوراق وعلى تواريخ. غشيم. دخلت عليه شوية البكش وشهامة تحمل المسؤولية. طول عمره فاكر نفسه ذكي، بس أنا كنت متأكد إنه هيزعل العجينة في إيدينا. الواد ده فرصة بالنسبة لنا، والمهم ينفذ المطلوب. طب ما ناخده على الحامي وهو سخن. لا يا محسن لا، ما تبقاش عبيط، واحدة واحدة. يواش يواش. حقا لو سمع الكلام هيبقى كنز ويتفتح لنا. هيسمع. لازما هيسمع وينفذ اللي احنا عايزينه. على الله بس ما يطلعش طماع زي اللي قبله. ما يطلع يا سيدي، وفيها ايه؟ المهم ينفذ، ده حبيب قلب مصر. اروح مع ابله ماجده الكحول؟ زيك زي هبه وهاله، وما اسمهاش ابله ماجده، قولي لها يا ماجده كفايه. حاضر. هي هبه قالت لحضرتك هتيجي من الكليه امتى؟ والله ما انا فاهمه كان لزوم امر روح الكليه النهارده، بس هي هبه كده تفكر في مصلحتها الاول. زي لارا. تأمره بأي حاجة؟ تبقى غلطان لو فاكر اني هسكت على اللي حصل ده بعد كده. انت بتزعقي ليه؟ ما تهدي شوية. اهدى؟ اهدى بعد ما سكت حضرتك على اللي بنتك عملته فيا؟ يا لارا عملت لك حاجة بس يا فافي. كل ده ما عملتش حاجة؟ ده كان خلاص، شوية شوية هتمد ايدها عليا، وحضرتك ولا انت هنا. مش للدرجة دي يا فافي، ما تكبريش الموضوع. شوف انت بقى وانت على وش الدنيا بتعملوا فيا ايه؟ امال يعني بعد الشر بعد الشر لو جرالك حاجه هيعملوا ايه؟ ده قليل لما رموني بره البيت. لا يا فافي ما تقوليش الكلام ده. لارا بنتي متربيه. متربيه مش متربيه، انت لازم تعمل اللي احنا اتفقنا عليه. تاني يا فافي. ما انا مش هفضل واقفه اتفرج لحد ما يجرالك حاجه ولا ايه بناتك رموني في الشارع. انت لازم تكتب لي الفيلا دي باسمك. كده كده يا ست فافي بقيتي تلعبي على المكشوف. طيب صبرك عليا. الو جرى ايه يا امال؟ ما جيتيش لغايه دلوقتي ليه يا اختي؟ عليكي وعلى دلعك، هاتي العيال وتعالوا اتغدوا معانا. طيب طيب يا عيشه،
ما تقلقيش انت بس، انا يا حبيبتي هكلمها على الموبايل. يلا سلام. لا يا حبيبتي مش هتاخر. حاضر هاجي بسرعه. حاضر مع السلامه. ما هي نرمين قالت لي ان خاتم مامتها الالماس ضاع. وايه دخل اللي بتحكيه ده في ضياع خاتم مامه نرمين؟ نرمين كانت عامله عيد ميلادها من كام يوم، وكانت عازمه فيه ايهاب وخطيبته دي اللي اسمها نشوى. برضو كل اللي بتحكيه ده ملوش صله. ازاي بس؟ اذا كانت مامتها قالت ان هي دخلت عشان تغسل ايديها في الحمام فقلعت الخاتم وحطته على رف مرايه الحمام ونسيت وخرجت، ولما افتكرته دخلت تاني علشان تجيبه ما لقيتهوش. انت حكيت ان نرمين عن شكوكك ناحيه نشوى؟ لا خالص، انا ما جبتلهاش سيره. امال ايه اللي خلاها تحكي لك حكايه الخاتم؟ موضوع عادي، اصل البيت عند نرمين متنكد قوي علشان ضياع الخاتم، اصله غالي قوي، وبعدين مامتها متاكده انها سابته على رف الحمام. يعني حد دخل الحمام بعد ما مامت نرمين خرجت منه لقى الخاتم وخده. بالظبط كده، ولما سالتها بطريقه غير مباشره مين اللي كان معزوم في العيد ميلاد قالت لي ايهاب وكان جاي معاه نشوى. يمكن مجرد صدفه يا هبه. لا 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 يا مجد، انا حاسه ان تصرفات البنت دي غير امينه. خلاص بقى يا مجوده، كده بشرتك بقت زي الفل. يلا حطي الماسك بقى. ماسك ايه تاني؟ مش هتنزلي تعملي شعرك عند الكوافير؟ انت مش عايزه تحضري كاتب الكتاب ليه؟ طب قولي لي حضرتك اقابل علو ازاي؟ ومين اللي قال لك ان علو هيحضر كاتب الكتاب؟ ما هو طبعا محمود كلمه في التليفون وعزمه. محمود لا كلمه ولا عزمه. طب وايه اللي خلى حضرتك بقى متاكده قوي من الكلام ده؟ اصل علو اتخانق مع ماجده. معقوله علو اتخانق مع ماجده؟ طب ليه؟ اصل ايه يا طنط؟ علو اتخانق مع ماجده ليه؟ ما انت عارفه الاثنين دول طول عمرهم ما بيطيقوش بعض. اصل علو طول عمره بيبص على ماجده على انها انسانه متحرره زياده عن اللزوم، وهو في نظرها انسان رجعي وافكاره متخلفه، ولا يمكن بيتفقوا مع بعض لا في مكان ولا في حوار. امان انا قايله للجماعه ان انا نازله اختك. يلا يلا بقى، يلا انت والولاد، يلا يا ولاد يلا. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معقوله بابا في يوم زي ده وتبقى زعلان كده؟ انا ما اقدرش استحمل اشوف حضرتك بالشكل ده. ما يا ولاد الدنيا تبقى هايصه تحت وعمك هنا قاعد لوحده لا بياكل ولا بيشرب. والله اعمل معروف يا بابا، عدي النهارده على خير وبعد كده تبقى اعمل اللي انت عاوزه مع عمه ضيف. عشان خاطري بلاش نعتنن على ماده في يوم زي ده. حاضر الامر لله يا ابني. حاضر نعدي الليله بكره ان شاء الله نتصرف. ده انت امرك غريب يا دي الراجل، انت غاوي تكركب الدنيا كلها على دماغك مره واحده. كتر خيرك يا استايش. الله، مش انت قلت نعدي ليله ماجده وبعدين نبقى نفكر في المشاكل مشكله مشكله؟ انا دلوقتي بفكر في بنتك هاله. بنتك هاله خضتني. خضتك ليه؟ اتاري العيال بيفهموا اكتر مننا واحنا مش واخدين بالنا. صدق ان انا اللي مش فاهمك. افهمك، نزلت اشتري لها طلباتها بعدها خدتها قعدنا في كافيتيريا نتكلم. عارفه قابلت ماجد وتهاني جم وحكولي. تمام، سالتها عن ميولها بعد الدراسه لقيتها ما بتفكرش زي هبه. زي هبه؟ تعرفي يا عيشه انا نفسي لهبه في ايه؟ لا اله الا الله، احنا بنتكلم في هبه ولا في هاله؟ اسمعي بس، ما تبقيش حمائيه بالشكل ده، العيال بره يسمعونا. الله مش كده امال؟ اسمعي بس، اسمعي يا حبيبتي عقلي انا بيفكر ازاي. حاضر قولي عقلك بيفكر ازاي. أمنية حياتي، نفسي نفسي إن هبة تبقى لي يكن. يكن؟ ليه لا؟ بالعكس يا ريت، بس للأسف ما حدش في الزمن ده بيختار لأولاده يا محمود. وأنا هلاقي الهبة أحسن من يكن. بقولك إيه يا محمود، أنا سايبة الدنيا برة تضرب تقلب وأمي وعمتك لوحدهم في المطبخ. احكي لي إيه اللي حصل مع هالة وخلصني. اتكلمتوا في موضوع حمزة؟ اسمع بس طولي بالي. شوف انا هقول لك ايه، هاله بنتك اقترحت عليا انه يجي يزورنا وتتعرف عليه قبل ما تقول رايها. كويس، عايزانا نعمل خطوبه يعني ولا ايه؟ يا ستي يجي يزورنا هنا وتتعرف عليه عن قرب. يا سلام، طب حبك بقى تعزمه لولادي بالذات عشان نتعرف على بعض عن قرب. انت مالك بقيتي حمائيه كده ليه؟ هو في ايه؟ بصراحه بقى، بصراحه الموضوع ده مضايقني. هاله هي الصغيره. صغيره ايه وكبيره ايه؟ معناها ايه الكلام ده؟ ان كان المفروض اللي تتخطب هبه عشان هبه البكريه. عشان اريحك يا عيشه اسمعيني بقى كويس جدا، هبه بنتك
ناوي على الدكتوراه. لما حبيت اسالها رايها عن الجواز قالت ده كان زمان، هي ما الست ما كانت بتاخد مصروفها من جوزها، وادتني درس في تكوين البنت لنفسها. طب ما تزعلش قوي كده، قول لي يا محمود انت اتكلمت مع يكن في حاجه؟ ما اتكلمتش، بس انا نفسي يكن ياخد هبه. الله، طب ما تتكلم معي، ما فيهاش حاجه. المثل بيقول لك استنى بس اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، ويكن متربي على ايدينا ومتعلم احسن تعليم، وكمان الحمد لله لقى وظيفه. عايزين ايه احسن من كده يا حبيبه قلبي؟ يا نور عيني، انا امنيه حياتي ان يكن ياخد هبه، بس انا يعني بيني وبينك ما اقدرش افتحه في الحكايه دي، ما اقدرش اقول له. اقول لك بلاش تتكلم معاه بصراحه. مره كده اقعدوا مع بعض في ساعه صفا واشربوا كوبايتين شاي ودردش معاه، شوفوا بيفكر ازاي. انت شايفه كده؟ في انا عاوز انهي المشكله اللي بيني وبين زليخة خلاص. ما انا قلت لك يا استاذ نسيم المكتب النهارده اجازه، انا جاي بس عشان اخد شويه اوراق اقعد في بيتي ارجعهم من الجمعه. انما القضيه شغاله وتحدد لها ميعاد جلسه، وانا مستحرم ادخل محاكم قصاد دمي ولحمي، وزليخة مهما كانت بنت عمي برضك. الله، ما هي بنت عمك ودمك ولحمك بقالها 20 سنه يا استاذ نسيم. ودخل بينا الشيطان وحصل سوء تفاهم وجي الوقت اللي نصفيه. اسمع بقى، انا مش هعيد وازيد في الكلام، احنا قلنا لك ادينا فرصه كام يوم. اذا كان سعادتك والاستاذه مش فاضيين اليومين دول، قول لي حضرتك زليخة راحت قعدت فين ومع مين، وانا راح اتفاهم معاها بنفسي. يعني همك قوي، زليخة هانم قاعده فين؟ انا مش فاهم انت ليه مش عايز تقول لي هي راحت فين. ومش هقول لك يا استاذ نسيم، لان دي مساله ما تخصكش. ازاي بقى؟ ايه قلقان عليها؟ عايز تعرف ان كانت عايشه كويس ولا مش عايشه كويس؟ عايز تعرف ان كانت جعانه ولا شبعانه؟ مبسوطه ولا مش مبسوطه؟ مفيش داعي للتريقه يا استاذ سراج، سبق وقلت لك ان اللي كان بيني وبين زليخه كان سوء تفاهم ووسد شيطان. ايه اللي كان؟ ودلوقتي بقى النفوس هديت؟ وعاوز اراضيها واشوفها عاوزه مني ايه؟ انا عن نفسي صافي. وزليخه هنا بقى لسه ما صفيتش ولا هديت عشان تقبلها. يعني هي رافضه التفاهم يا استاذ سراج؟ انا ما قلتش كده يا استاذ نسيم، انا قلت لك ادينا فرصه كام يوم عشان نرد عليك. حضرتك اتخذت معايا اسلوب التهديد، خلاص ما باليد حيله، ناخد سكه المحاكم، وسكه المحاكم طويله وانت عارف بقى. ولعلمك زليخه هانم هتاخد حقها تالت ومتلت وباثر رجع كمان، يعني تعويض عن كل اللي فات. وعلى ايه ده كله يا استاذ؟ دي المحاكم حبالها طويله وبتاخد سنين. يا سيدي اللي قعدت 20 سنه على الرصيف مفيش فرق انها تقعد كام سنه كمان وتاخد حقها تالت ومتلت زي ما قلت لك. قصدك ايه؟ قصدي ان زليخه هانم ما عندهاش اللي تخسره عشان تستمر في المحاكم. لكن انا بقى عندي اللي اخسره، اسمي، سمعتي بين الناس. وثروتك؟ نسيت ثروتك اللي انا محدش يقدر يجي جنب ثروتي، دي فلوسي، شقه عمري اللي تعبت عشانهم كتير، ومحدش يقدر ياخد مني الا اللي انا عاوز اديهوله. نسيم بيه، انت عارف كويس ان زليخة هانم تقدر تكسب القضيه. يا استاذ ما انا بقول لك التفاهم احسن من سكك المحاكم. وانا قلت سعادتك اللي عندي. يعني لا عاوز تقول لي زليخة فين، ولا عاوز تحدد لي ميعاد مقابله معاها؟ ماشي يا نسيم بيه، هتصل بيك النهارده بالليل على الموبايل واحدد لك ميعاد واقول لك امتى وفين. اول حمزه ما قال انا عايز اخطب بنتكو انا وابوكي بلمنا. نعم بلمتوا ليه بقى يا ست ماما؟ هو انا مش بنت زي كل البنات؟ ده انت ست البنات يا روح قلبي. بس يا اختي ما صدقناش، قلنا العيله الصغيره دي كبرت امتى وجاي لها عريس متقدم لها. انا موافقه النظر في نظركم عيله صغيره، بس انا فعلا يا ماما مش هعرف احكم على حمزه لما اعرفه كويس. تعرفيه ولا تحبيه؟ مش فاهمه قصد حضرتك ايه. بصي يا لولو، البني ادم لما بيحب ساعات الحب يروح كابس على نفوخه يخليه لا شايف ولا فاهم. عارفه المثل اللي بيقول لك مرايه الحب عميه؟ بالظبط، الحب بيعمل شبور على العينين، يبقى البني ادم شايف اللي بيحبه ده حتى بعيوبه، عسل سكر يا اختي. عشان كده انا بسالك، انت عاوزه تعرفي حمزه بعقلك ولا تحبيه بقلبك؟ طب أنا عايز أخد رأيك. الجواز يا هلولة دنيا بين اتنين، والبني آدم اللي معدنه أصيل ما بيتغيرش أبداً مع الزمن.
ربنا اداله او ضيق في رزقه برضه يشكر ربه. ولو ربنا كتب لك تتجوزي حمزه لازم تبقي عارفه يا بنتي انك هتشاركيه على الحلوه والمره. لسه بدري على الكلام ده يا ست الحبايب. لا يا حلوه مش بدري ولا حاجه. حاجه كمان مهمه لازم تعرفيها، حمزه بني ادم يعني هيبقى له عيوبه ومميزاته برضه، لازم تفكري فيها صح وتعرفيها كويس عشان توزني امورك في حياتك معاه صح. وفي حاجة كمان لازم تاخدي بالك منها في تعاملك مع حمزة. حاجة ايه؟ حمزة يتيم يا بنتي، يعني اتحرم من الحنان طول عمره، هيبقى محتاجك مش بس زوجة لا، وكمان تعوضي عن امه اللي اتحرم منها. الله، انتي مش قلتي حكيمي عقلك قبل قلبك؟ يا بنت انتي مفيش مخ خالص بقى مهلبية. هو انا ما بقولك حكيمي عقلك يعني تبقي قاسي عليه، لا انا قصدي حكيمي عقلك عشان تعرفي تتعاملي معاه صح. وبعدين ده ربنا وصانا باليتيم وقال الجواز مودة ورحمة. ايه مالك بتقولي مبروك بقرف كده ليه؟ مش بقرف ولا حاجة، بس انا بستغرب من اللي بيحصل ده. مش فاهم تقصد ايه؟ يعني هما ما كانش عندهم موظفين يمسكوا الشغل، ولا بقى كانوا مستنيين سعادتك لما تشرفهم ويكوموا عليك الشغل كله؟ اللي فهمته من محسن ان هما كان عندهم مهندس يعني كسول وما بيشوفش الشغل ولا حاجه، فمشوه وكانوا مستنيين يعينوا حد بداله. وسعادتك بقى طلعت لهم في البخت فجاه كده. ما عارف، انا قلت لك ان شوقي ده كان مختلف مع محسن ومش مريحه، ومحسن اساسا مش بتاع شغل، ده راجل بتاع لعب وسهر وجري. تصدق كان عايز النهارده يسهرني مع اصحابه علشان يحتفلوا بتعييني عندهم. قد كده كانوا واقعين وما صدقوا لقوك؟ والله ما عارف يا ماجد، بس الراجل مضاني على ملف كل ورق. ملف كل ورق؟ يعني ايه؟ عقود. انت فاكر يعني ال 5000 جنيه دول على شغلانه واحده؟ ده مضاني على عقد مهندس كيماوي بمبلغ، وعقد مهندس انشاءات بمبلغ، وعقد ايه يا شباب؟ ايه اللي معاكم لوحديكم فين؟ يعني هنقعد فين بس يا سي بابا؟ لو عند حضرتك وقت يعني انا كنت عايز احكي لك على شغلي الجديد. خير يا حبيبي ان شاء الله. اقوم انا بقى اعمل لنا دور شاي. ايه يا فوقيه، انت بتزفت ايه يا اختي؟ ده كاتبك تاني. في الفرح بقى وعليكي خير. يعني هو المأذون قال على 8:30. طب يا حبيبتي ماشي، ما تتاخروش. مع السلامه. اوعي يكون اخواتك ناويين يجوا. لا يا حبيبتي مش هيجوا ولا حاجه، واحنا نقدر على شقاوة العيال، وبعدين دول هيجوا بالليل. اشرب شربات فرحك قريب يا هلول. الله 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 الله، تبقى ماما قالت لكم بقى. وما اقولش ليه يا اختي، اهلك ولازم يفرحوا لي. الف مبروك يا هال. لا لا لا، لسه بدري على الف مبروك دي يا جماعه، يعني ده مجرد تعارف يعني. تعارف جميل مدمجيل هاله. ايوه كده يا ننا، تعارف جميل، مجرد تعارف. وانا عندي اللي يجيب لك تحريات عنه ضروري. طب ده انا النناة بتاعتي اكبر محاميه في البلد كلها. مش قوي كده. لا لا، قوي ونص كمان. طب ده انا بقى مش هقول كلمتي الا بناء على كلمه حضرتك. طب قومي يا روح قلبي، ودي الشاي لبابا واخواتك في اوضه ياكن. حاضر. 5000 جنيه ياكن، اعمل بيهم ايه يا ابني؟ دول مرتب شهر مقدم، اول مرتب عيد الاقباط، لازم يبقى لابويا ولعيلتي، دول هديه مني ليكم. يا ياكن يا ابني، مستورة والحمد لله. انت لسه في اول طريقك حبيبي، يلزمك مصاريف. ولا الهوى يا عم، حتى ما فيش مصاريف مواصلات، المصنع موفر لي عربية هتوديني وتجيبني. طيب يا ابني خليهم معاك، ولو عوزت انا اي حاجة منك هطلبها. لا يا عمي، على الاقل يعني اشيلهم حضرتك بمعرفتك. حاضر. ديوك رومي، امال ايه يا عيشة؟ لازم البوفيه يبقى ملوكي. ما هي هلا هتعمل التورتات يا حبيبتي. ده الحلو يا روحي، لكن المالح علي انا. ماشي يا ستي براحتك، الكلام اللي تقوليه يبقى سيف على رقابينا.